السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا السلام بكم. عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد معنا ان شاء الله. هذا النهار هذا اللي هو غيكون فيديو على شكل اسئله اجوبه اللي هي ضروري خصنا نجاوبكم عليها باش ندوزوا العادي لحياتنا العاديه. ضروري شي اسئله كتكون محطوطه في القناه خاصنا نجاوبكم عليها، اللي طرحوا لي انا وطرحوا حتى على حمزه. كاين شي حوايج بغا نجاوب عليهم انا غيجاوب عليهم حمزه. ولا حمزه جالس على الكرسي لانه ما كيقدرش يجلس على الفوتاي لانه كي بومبا هكايا ما كيقدرش يجلس على شي حاجه اللي كتبومبا هكايا. باقي ضروري خصو يجلس على شي حاجه قاصحه. كما تشوفوني درت ثلاثه الكراسه بيضين. انا اون فا كومونسي لي كيسيون. هو والله ما عارف لي كيسيون شنو فيهم. اون فا كومونسي باغ توا. اول سؤال، بشحال تقامت عليك لوبيراسيون؟ بشحال تقامت عليك لوبيراسيون؟ يا اون في كي تو دوموند كوميان تا كوتي لوبيراسيون. Elle m'a rien coûté à moi. Oui, mais. Je crois que c'est. Bah, si tu comptes déjà l'opération, l'hôpital 1800, plus après. En les gros. Prises de sang, ouais, 300 euros, le médecin 800, ouais, 2000-2500 euros, je crois. Voilà, juste le million en os. Juste le million en os. En gros, 2500 euros, juste le million en os. Ou la quinhna, quand je suis mutuel par mois. عندنا لا ميتويال، داكشي علاش حنا ما كنعطيوهاش من جيبنا 2500 يورو، مي كنبقاو نخلصوا واحد الميتويال اللي كنخلصوها كل شهر، اللي هي الا وقعتك شي حاجه ولا شنو كتمشي كلشي، يعني كلشي تخلص عليك فابور. ولادك انت ولا اي حاجه مهم كنخلصوا واحد الميتويال، كنعطيهم واحد الصوم كل شهر. وبحال هكا وقعت الحمزه دابا ظهرو ولا الله انا قدر الله وقعت لي ولا شنو، هذاك الميتويال كتخلص. تو سا بوغ مو. وي سا سي الاسئله اللي تحتانيين ديال حمزه والاسئله اللي هادو ديالي انايا. نبداو بحمزه هو الاول. الوغ اون فام اوسي الا بوزي ست كيسيون مي بور توا اي موا كومبيان تو ما دوني دو لا دوت. موا سا جو بونس سي بيرسونيل كان ميم. Je sais pas, hein, après, chacun pose comme il veut, mais ça c'est personnel. Après, pour moi, hein, je trouve que ça c'est quelque chose de. Voilà, c'est à nous, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai. Ouais, oui, c'est quelque chose de personnel. Une certaine somme. Une certaine de centaines. Tu savais pas que ça existe déjà? Non, bah avant, non. Oui, j'avais déjà entendu parler, mais ouais, je savais pas. Mais en gros, tu savais pas. مهم انا بالنسبه ليا ما عنديش مشكل مع الصداق، يعني كما يكون الصداق، يعني كما يكون ما تهمنيش انا. المهم هو الزوج والزواج هو الشخص اللي غيرتبط به. لا شونجي با دوني دي شامو تو بابا. انا اللي تويت معاك ولد عمي، انا اللي تويت معاك. ماشي شي حاجه كثيره البنات، يعني شي حاجه رمزيه، شي حاجه رمزيه ماشي حاجه كثيره، لان ما تيهمنيش انايا. ماشي حتى زعما راني مطلقه وعندي بنات لا اي حاجه نقبل بها ولا شنو. بالنسبه ليا غير هوايه، واحد الشرط اسلامي اللي خاصو يكون قبل الزواج كان ريسبكتيو كنديروه. اما بالنسبه ليا انايا واخا يعطيني غير الباكيه ديال التيد، والمهم يكون على العقليه ديالو زوينه ويكون مزيان معايا، هذا هو الاهم. ومع بناتي الاهم، لانه هاد يعني الصداقه شنو ماشي شي حاجه اللي غدوم لك طال الحياه. واخا يعطيك حتى 20 مليون ما دير لك والو. مليون وي مو فرانشمون بيرسونيلمون سم جي با دو بروبليم اون فات. Ouais, c'est une grosse somme ou pas? Ouais. Un euro, ça suffit. C'est le geste qui compte. Il y a des questions quand même personnelles, tu dois répondre. Mais voilà. Pourquoi tu te maries avec Nazia malgré qu'il a trois enfants? Bah, je vois pas où est le problème. Moi, ça me dérange pas personnellement. Qu'elle ait des enfants. Hein. Au contraire, hein, c'est mieux, non? Au moins, on a refait deux enfants, et ben, ils sont pas tout seuls, ils sont pleins. C'est vrai. Bah ouais. T'as quel âge? ben, j'ai 28 ans. Dis-tu, Yazid, rajoute encore. Je vais avoir. Allez, gosse, on doit te couler en 28 ans, on est à
ودعمي. بابا جو سو نو نو والله تشي فون كخوا كو تا 28 ans اي فون دير كون زيها لو بلو اجي كو سون ماري. خويا شحال عاد هاد يا زهر عاد قول. Je vais avoir 38 ans là, le 19 juin. Là, dans le 19 jours, juin, عنده 38 ans, صحاب الحسنات, المهم صحاب الحسنات زعما من الناحية الزوينة, قولي لي شمن كادو نشري ليه, لأن شي بنات دخلوا عندي, ils m'ont dit que je suis غاديين, j'achète pas des bons cadeaux à mon mari, je te les coulis cadeaux moins cher. عطيني عطيني الراي ديالكم في شي كادو يكون زوين ما تتعداوش 50 اورو شي كادو بلو شير ما غالي غالي هو ما فهمتش ليا 50 اورو في الكادو ديالو اللي غندير ليه خاطر هذا عنده لانيفيرسير ان شاء الله جو بو تي بريباري ان كادو اي ان كادو فريمون كو با بلوس كو 50 اورو اي با سكو جيم سكو جيم وي تي فام دير سكو جو دو تاشتي Ouais. Non, non, non. C'est mieux parce que vous m'achetez quoi Je vais m'acheter des habits. Je ne veux pas des habits. Vous faites une enveloppe. Enfin, si tu mets une enveloppe, des sous dedans. T'as dit jusqu'à 50 euros. C'est personnel. Après, c'est personnel. Non, non, les cadeaux, c'est personnel. Est-ce que un jour. واش عمرك ندمتي على زواجك بيا بيا زعما انا هاد الاسئله خديتهم من الانستغرام لاني كنت حطيت واحد البوست للبنات قلت لهم سولوني اي اسئله بغيتو وشي اسئله كي 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 لايطو في ها هو البوست كنت حطيته في الانستغرام سولوني شي بنات اسئله وشي اسئله كاينين في القناه يعني الناس ماشي كلشي عندي في الانستغرام طبيعي الحال خديت الاسئله من القناه بالناس اللي متبعين قناتي اللي ما عندهمش انستغرام حتى هما غنجاوب عليهم قلنا السؤال واش عمرك ندمتي على زواجك بيها اسكو ان جور تا ريغريتي كو تي تي ماريي افيك موا با نو بوركو بوركو سي كيسيون اش كون كوميساريا د بوليس لا كيس كي تا في بوركو تا في سا كوم سا بوركو سا بوركو جاوب انا ريبون J'ai répondu. Est-ce qu'un jour on sait jamais non, par hasard ou Non, il n'y a pas de par hasard. Il n'y a pas de par hasard. Peut-être dans un rêve ou un cauchemar. Peut-être un cauchemar. Non, mais... je rigole. C'est vrai. Pourquoi on a des questions comme ça? Non, mais attends, oui, moi aussi j'ai des questions. D'accord. Je lui ai dit que je n'ai pas regretté. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si je n'ai pas regretté. Je ne sais يعيش معايا انا سي با كيلكان ديفيسيل ما كندومونديش شي حاجه خوتكم كنتعاون كندير ارا على طحت في شي حد اللي اوغ دو لوي ما يقدرش يتعايش معايا ما حد نورمال غنتعايش انا مع حد نورمال وحده قالت هذا غنجاوب عليه انا ايا واش غادي اي نو غوكا سي دي كيسيون بون تو بيرسونال ما احنا مهم Est-ce que tu peux te remarier une autre fois C'est quoi ces questions C'est pas des questions plus joyeuses que ça, franchement. Je sais pas. Non, pour l'instant, je suis bien avec Comment toi. Comment ça, je sais pas. Pas ça, Mais je voulais ouais, dire. Mais t'as dit, je sais pas. Non, ouais, j'ai pas. C'est pas comme ça que je voulais dire. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est, je vois pas pourquoi. Au moins dans ma tête, je suis avec toi, c'est fini. Non, mais attends, voilà. Et là, quand dans le mot, tu m'as ouvert les là. Si je suis, si je meurs, par exemple. Franchement, c'est des questions que je me pose même pas encore moi-même. Non vois. Mais regarde les questions sont si là. Si tu meurs, la vie, on sait pas de quoi elle est faite la vie. Peut-être tu meurs, je meurs après. Hein. Non, mais tu vas passer un petit combien de temps pour que tu vas. Ça va être long quand même, hein. Enfin, c'est normal, quoi. Okay. Après, c'est dur aussi, je pense, de refaire ta vie, comme tu dis. Si tu meurs. Je sais pas, quand t'es attaché à quelqu'un, tu veux pas te remettre avec quelqu'un comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Ouais. Quelle question voilà, شنو تقدر دير على قبلها C'est quoi la question Alors, شنو تقدر Je t'ai déjà posé cette question, mais c'était sur Instagram. C'était sur Story. Mais là, c'est une question ici. Tu es capable de faire quoi pour moi Jusqu'à quoi De tuer. Dieu. Ya, habibi. Bah ouais. Ya. Ah ouais tu Bah ça dépend de ce qui se passe. Écoute. Allah yahfad. Mais bon, voilà la question. Jawab. Ok.
Ouais, c'est une question, c'est pareil, mais autrement. Ah bon? Est-ce que tu as regretté que. Est-ce que tu as un regret que tu es marié avec une Marocaine et pas une Française? Oh, y a pas de regret. C'est qui le mieux pour toi? Je pense qu'il n'y a pas de mieux. Je pense que personne n'est comme elle est. Hein. Mais après, voilà. C'est pas pareil. Hein. Déjà, on mange mieux. Y a la bouffe. Sais pas, c'est pas pareil. Pas la même mentalité. C'est vrai, on n'est pas pareil. واحدة ثانية سولاني أنا Il y نفس a beaucoup السؤال encore de questions pour moi. بور توا لا وقيلا وقيلا سي بون إيه كاينة واحد الكيستيون غنجاوب عليها أنا وياك يا إن كيستيون مي بور توا إي موا إينو ما دي واش كتفكري في الأولاد هادي غنجاوبك عليها جو دير كوميم لا كيستيون مي سي موا دو ريبوندر. Est-ce que tu penses d'avoir encore d'enfants? Qu'est-ce que tu as dit? Moi j'ai rien dit. Il y a les mouches. Je mets les mouches, mais qu'il a de belles lawanes. Arrête, c'est trop bien, on va pas avoir encore des enfants, c'est bon là. On va vivre quand si on fait encore? Oh, j'ai 38 ans, et bientôt on va vivre quand? C'est-à-dire qu'il faut encore un enfant. Mais c'est qu'il faut 6, juste 6. Personnellement, on a décidé, que Zahma Saf, Allah yaj'al al-baraka, alhamdoulilah, deux garçons. أو ثلاثة البنيات يعني 5 انفون الحمد لله رب العالمين يعني صافي الله يجعل البركة ما كنفكروش نزيدو الأولاد نهائيا الله يجعل البركة والله يسهل على أي بنت ويعاون ويعطي أي بنت الدرية الصالحة لأن البنات بزاف كيتسناو إن شاء الله يا ربي يسهل عليكم. واش شي حد في عائلتك جبتيه من المغرب لفرنسا؟ جبت الوالد ديالي من المغرب جبتو لفرنسا وما جبت على الوالد ديالي جبت اختي حتى هي من المغرب لفرنسا بطبيعه الحال راكم عارفين اللي بتجيبوا شي حد من المغرب المهم الوالد ديالي نجيبو عادي ومي نجيبها عادي ومي مازال ما جبتهاش لانها وضرت الباسبور ولا ما نعرف ولا طيحته ولا ما نعرف المهم كنتسنى ان شاء الله تعاود وشي مره نجيبها وهي والوالد لانها بوحدها ما كنظنش راها تكون كابابل تجيب بوحدها ما عرفتش ما كنظنش يعني تقدر تجي هي والوالد مي جبت الوالد ديالي جبتو وجبت اختي حتى هي جبتها ماشي انا اللي جبتها امي كنت السبب الرئيسي بانها تجي وحركت اخويا وحركت اخويا الاخر يعني هذا ملي الاخر باقي صغير يلاه عنده دابا شي 22 عام وهذا اللي عنده شي 28 ولا شنو حتى هو راه في اسبانيا حركته لطاليان ومن طاليان مشيت جبته انا وحمزه بالطوموبيل جو راكونتي ستوار كوني بارتي عام غامني عبد الله ديتالي جبته من طاليان ومن طاليان جبته لهنا لفرنسا ومن فرنسا درت ليه باش ندوزو حتى لسبانيون لانه قال لي من الاحسن تما يقدر يدير الوراق ولا شنو خديت ليه بلا بلا كار بلا بلا كار وهذيك السيده ركب معاها وداتو حتى لاسبانيا ودابا راه في اسبانيا يعني ماشي جيت على فرنسا المهم انايا خليت الوالده هي وبلال ومحمد خويا اللي مريض فقط وجده وهداك الشيء مهم الدار هما اللي بقاو شي الاخر الحمد لله كل واحد درنا لي طريق باش بغاو اوروبا اختي حنايا كل شيء تما باغي اوروبا عندهم اوروبا هي الحلم ديالهم وهي فين غيخدموا هي فين يديروا حياتهم اللي هضرتي معاه ضلت تشرحي ليه تيقول لك لا انا اختي ديني تمايا ولا ديري معايا شي حل نمشي تمايا وديك الساعه خدمت ما خدمتش ماشي شغلي المهم دير لي اي حل لان ملي كتولي واحد داخل هذه الفكره ديال انه خصو يجي لطاليان ولا يجي لاوروبا راه ما كتحيش لي الدماغ ديالو راه واخا ما عرفتش تقولي لي ان هنا ما كاين والو ولا شنو ماشي ما كاين والو مي سي ديفيسيل ما كاش عندك الوراق ما كيبغيش تدخل ليه الراس وخاصك ضروري ديريه خاصك ضروري تساعديه باش يجي وانا من النوع اللي خوتي كنبغي نوقف معاهم نبغي نوقف معاهم وديك الساعه كل واحد يدير واش الامور هانيه بلي رجعوا الاولاد المدرسه هانيه الحمد لله 5 5 بداو حتى شي وليدات اخرين كيرجعوا الحمد لله ما كاينه لا حاله لا والو كما قلت لكم هذه المدينه ما فيهاش حالات بزاف داكشي علاش انا تشجعت وديت البنات المدرسه كانوا فيها 4 حالات فقط هذه المدينه هذه اللي انا فيها يعني الدنيا هانيه الامور بخير ولدي راه في لاكراج وبناتي راه في المدرسه ما كاين حتى شي مشكله
كيفاش كتقدري تتعاملي مع خمسة أطفال. شوفي أنا في الدماغ ديالي ما عنديش خمسة أطفال، أنا في الدماغ ديالي ماشي شي وحدة تزوجات وطلقت من بعد 8 سنين وبولاد وهادي والعذابات كلهم ما كيبقاوش يرجعوا لي في الدماغ ديالي. أنا كنبغي نعيش حياتي اللي عندي غير حياة وحدة خاصني نعيشها زوينة بخمسة الأولاد، بولد واحد بلا ولاد براجل بلا راجل، كنبغي نعيشها نبغي نفرح فيها نفرشفش فيها، بغي نفرح بيها اختي، بغي نفرح بحياتي ماشي نكد على حياتي وندخل في واحد الديبريسيون واحد سميتو. لا انا من النوع اللي عز عليا النشاط عز عليا الضحك، عرفتي كتجيني شي حاجه خايبه مثلا راجلي دار العمليه ولا اي حاجه خايبه في الحياه ديالي ما كنبغيش نبقى مركزه عليها وجالسه في القنته وشاده القنته، لا كنبغي نلقى الحل لهذيك الحاجه اللي وقعت ليا، كنبغي نضحك كنبغي نشاط كنبغي نعيش الحياه باغا نستمتع بالحياه ديالي بغيت نستمتع بها. ونقدر نقول لكم هكا داكشي علاش واخا عندي خمسة اطفال كان اورغانيزي راسي كنعطي كل واحد الحق ديالو، فرحانه بهم يعني فرحانه بهم مستعده نفسيا ليهم، لانك الا ما كنتيش مستعده للاولاد ولا ما مستعداش واخا غير ولد واحد اللي كيتزاد عندك كتدخلي وكاين اللي كيدخل ليها مسكين راسو ما كتقدرش، كاين اللي كتدخل في البيبي بلوز يعني في ديك الفتره اللي ما كتبغيش ولدها وكتولي بحال شد ليها واحد البلاصه بحال تقل عليها بحال بزاف الحوايج، وهذا راه ماشي خاطرهم. الحمد لله ما عمري ما وقعت انا ما وقعت في هذه القضيه هذه كاع في ولاد الخمسه ما وقعش فيها الحمد لله. ويعني كتجيك هذيك الحاله كتقولي هذا من جاني، يعني واخا كيكون ولدك كتقولي ما كتقدر سبحان الله في واحد اللحظه ما كتقبليش كاين اللي كتوقع لها ما كتقبلش البيبي ديالها ولا شنو، كاين اللي ما كتقدرش تعومه كاين اللي ما كتبقاش تقدر ترضعو. الحمد لله انا ما عمري ما وقعت في هاد الديبريسيون هادي ما بعد الولاده، وكما كنقول لكم انا اورغانيز راسي وعايشه مع ولادي عايشه معاهم، يعني ما عنديش شي شخص خر هنايا شخص ما عنديش شي انتوراج هنايا اللي مهتمه بيه اكثر من ولادي، انا ولادي هما الحياه ديالي هما كلشي، يعني نهاري كامل غير معاهم همايا ومع الزوج ديالي ومع راسي ومع والديا باغ تيليفون سيتو. كما كتشوفوا كنبارطاجي معكم النهار كامل من الصباح حتى العشيه كتشوفوا مع من كنكون، يعني غير ولادي بينا نديروا شي حاجه مع ولادي اي خرجه دابا راه ما كاين لا خرج لا والو، من بعد غادي تشوفوا غير معاهم هما عايشه معاهم الحياه هما، كنكون ديجا بروغرام عندي واحد البروغرام الغد ليه معاهم. داكشي علاش كل واحد مثلا هذا خصني يبدل لي كوش دابا هذا خصو ينعس مع هذا الوقت خص العشيه يكون وقت هذا الوقت هذه، خصوصا دابا بلي حمزه مرض تزادت عليا واحد المسؤوليه بواحد الطريقه رهيبه، ولكن كنحاول نصبر تنقول راه قريب يعني خاصو غير واحد الشهر ولا شهر ونص ما يديرش شي مجهودات كبيره لانه يقدر يوقعوا ليه مشاكل كثيره وصافي هذا ما كان. والاهم في هذا الشيء البنات اهم في هذا الشيء انك كتكوني مع شخص فاهمك مرتاحه ليه ومرتاح ليك و سي مو باسكو تي دي دي بيامو سي كوا سي لا معليش معليش تبا بزون تصور كتكوني مرتاحه مع الشخص وكيكون واحد الحب متبادل بيناتكم، الله يرزق كل وحده الحب المتبادل هي والزوج ديالها، راه حتى واحد كتعيش واحد السعاده ما كاينه ان شاء الله يا ربي له ليها الرسا، لان لا ترست انا نكذبش لكم ماشي غندخل غير في ديبريسيون الله يحضر سلامه ممكن ندخل في ديبريسيونيات هما، ولكن ملي كتبقى واحد الشخص مرتاح عليه او ميم طون مرتاح عليه وعاجبك الحال وعاجبو الحال كتكوني مرتاحه وكتدوز عندك الامور زوينه. اما الا كنتي مع واحد بوراس واحد المنحوس كي كتدخلي من الباب يشير عليك بقرهاج ولا شي حاجه اديش من النشاط واش ممكن نلقى نشاط لا والو، داك خصك تفكي منه. كنهضر على اللي يشير واللي كيضرب واللي الحياه عنيفه معاه، ماشي غير المشاكل البسيطه راه كتكون حتى بيناتنا حنا بعض المرات، ولكن مشاكل بسيطه بزاف بزاف بزاف. كاين كيستيون كيطوبوز علاش ديما ضحكه وخا الولاد مسؤوليه جاوبت عليها شي حاجه طرات لك اثرت فيك اوكي حاجه وحده طرات ليا اثرت فيك ماشي حاجه طرات ليا، كنت الوفاة ديال خويا اللي مات بالحريق مات غرقا في البحر بالحريق كنت عاودت هاد القصة اثرت فيا، عرفتي تصور الصومي ديال هذاك نوكيا بقى الان في ودنيا، يعني الا سمعتو غنتذكر هذيك سميتو هذيك كنت في الرياضة كنت كنقرا المعلوميات لانفورماتيك كنت في الرياضة هذيك المدرسة دارينا المهم كنديرو الرياضة كنسمع التليفون كيصوني الو تيقول لي الوليد عبد الرحيم خوك مات هكا قالها ليا، الان باقا كنتذكر الكلمه اللي قالها ليا من بعد هذاك الصوت مشيت كنجري التليفون ديالي كان في الشكاره ديالي كي سمعتها طحت
الوالد علاش قالها ليا؟ لانه عارفني، عارفني انا شخصي الحمد لله يعني ماشي، ولكن عارفني قويه يعني، قال غيقولها ليا وغتاثرش فيا، ولكن انا قالها ليا طحت. جاو البنات وقفوا معايا، هزوني شدوا ليا الطاكسي، داوني عند خالتي كما قلت لكم كنت كنسكن عند خالتي، لان الوالدين في العروبيه والمدينه هي اللي فيها الثانويه، فيها الثانويه وفيها داكشي فاش نقراو. المهم جا الوالد داني، وداكشي هذيك اللحظه اثرت فيا بزاف ديال الاعلان ان خويا مات. عرفتي شنو هو؟ خوك كبر معاكم فوت انا وياه غير بعام، واخا ما كناش اش غنقول لك، واخا ما يعني الولد والبنت، ولكن سبحان الله الموت ديالو اثر فيا. هذه سمعتو علاش ما كتمشيش عند عائله راجل؟ اش بينو بينهم؟ اش بينو بينهم؟ اش بينو بينهم؟ تبوزي كون ها؟ افوك تي ميديز اوسي ان فرونسي سي با جوست، ها ندي ري ان فرونسي مو. لا غنضحك، نضحك البنات. الو عائله راجلي مشيت عندهم مره واحده، عند الاخت ديالو اللي شفتوه معايا في الفيديوهات، وعند الام ديالو مره واحده، لانهم بعاد علينا، راه كيما نطرجو قعدت صراخنا صاحبتي. عرفتي شحال من ساعه هما اللي كيجيو عندي؟ اكثر هي الاولاده ديالو جات عندي، الاخت جات عندي شتوها معايا، وجات عند كتجي عندي قبل ما ندير القناه، يعني علاقتنا زوينه عاديه. راه والله الكبر ما تلقاوش معاهم مشكل من هذه القضيه ديال كتصرف على مرتك ولا كتعطيها ولا هادي ودايره ليك ومبخراك وموكلك الجاوي وما نعرفات، ما كايناش هذه القضيه نهائيا. مو عايشه الحياه ديالها لانها مزوجه، مزوجه بشخص اخر، وعايشة الحياة ديالها وكتواصل مع باغ تليفون، وكتجي عندنا وكنجي عندها كنمشيو عندها، يعني كل واحد والحياة ديالو، يعني ما ماشي بحالنا حنايا كلشي كيتدخل فيه وكلشي كيتدخل فشي. هما ما عندهم غرض، كل واحد والحياة ديالو، ما كيتدخلوش فيه، وعلاقتي بهم زوينة يعني. ونهار كيجيو عندي راه اختي راه يعني داكشي مغربي، وراكم عارفين يعني حنايا كنديروا العادات ديالنا. Attends, excuse, hein, mais tu m'as toujours pas dit en français les questions qu'ils te posent. Hein. C'est quoi la question? La dernière? Je sais pas, moi, toutes les questions qu'ils te posent, faut que tu me dises aussi. La prochaine. C'est quoi qu'est-ce qu'ils te posent? Ok. D'accord. Ok. Non, regarde, la question avant celle-là, c'était, c'est quoi en fait le, une chose qui t'est arrivée dans ta vie, vraiment elle t'a choqué ou elle t'a, voilà, j'ai dit c'est la mort de mon frère. Ah. L'autre c'est par rapport à ta famille. Pourquoi ah. ils viennent pas beaucoup, ou pourquoi moi on part pas souvent chez eux. Je dis qu'ils sont loin, on part des fois chez eux, mais ils sont loin en fait. C'est 5 heures, 6 heures de route, c'est beaucoup loin. Avec 5 enfants, automobile à Aslan Mahaj, c'est trop dur. Voilà. Ouais, je continue de faire que Michel Maghreb a dit Marlène, ouais. T'as dit quoi? Une, elle me pose une question comme quoi est-ce qu'on a pensé de partir au Maroc en fait cet été-là? Mmh. Ça va être compliqué. Avec le confinement, des mythos, mon dos aussi. Ouais. Mon dos là, ça va être très dur là de voyager. Hein. C'est vrai. Ça va être très très dur là. Ouais, pour ولكن ما كنتش كنفكر زعما هاد الصيف هذا، ما كنتش كنفكر زعما حاجه دغيا وجا مع هاد سبحان الله هاد 2020 داخله سخونه حاره، يعني ما خلاتنا حتى نفكر واش نمشي ولا ما نمشي. يعني بروشين ان شاء الله. واه ان شاء الله لاني بروشين. شنو هي واش حد جبتي في عائلتك؟ واش الامور هذه في المدرسه كيفاش تقدري تعاملي مع بزاف الاطفال؟ واش كتفكر في اولادنا؟ شحال عطاك طاق؟ نفس السؤال جاوبنا عليه انا وحمزه. شي حاجه مضحكه لا عندي شي حوايج مضحكه انايا، مضحكه بزاف بزاف وقعت ليا. ولكن واحد الحاجه اللي ضحكاتني نهار العرس ديالي انا وحمزه، كنت عاودت هذه القضيه هذه. مهم نهار العرس ديالي كان عندنا اكاتخ، بغينا نديرو لاكت اكاتخ، دايره مع واحد العربيه مع 12، مشيت دايره معها مع 12، كان السبت مع 12 دير ليا الماكياج وداكشي، مشيت عندها مع 12 انا وخوت حمزه ومرت صاحب حمزه. المهم انا اللي ركبت في الطوموبيله، قلت 12 غنمشي عندها كيف دايره معها، عطيها العربه وداكشي، دايره معها تصايب ليا وجهي. بلي مشيت عندها لاله عليك، السيده مسحت السما بليا، قالوا شي يقولوا ليها، قالت ليا قلت لها بونجور، قلت لها السلام، هذه اختي، قلت لها راه قلت لها جيت في الرونديفو، جيت مع الوقت اللي دايره معايا مع 12، حيتاش كتاخذي بلي كتاخذي في ديري العقد مثلا في لاميري مع الربعه وداكشي، كيعطيو لك ان سيمانه بون، كتعرفي انت اش غتزوجي وداكشي، كيعطيوه لك، وانا شديت معاها مع 12 باش نقاد وداكشي نكون موجوده. بلي مشيت عندها لاله عليك، قالت ليا
وهادي وشتي با ماركي هذيك لا دوز لورديناتور تي ماما لورديناتور تي ماما ماركي وعطاتك لافونس قلت لها راكي ماركاني باش دير لي الماكياج وانا قلت لها عندي العقد اليوم عندي الزواج اليوم عقد وزواج وكل شيء عارضين على الناس والسيده مطيبه ليا ودايره ليا الحلوه كل شيء موجوده باللي مشيت عندها بدات تقول لي وي ما كاينش لاباليت هنا وهذيك تدير ماكياج ما كايناش هذاك الشيء ناري على العرب ناري اختي دابا انا باغا ندير لي ماش ولقاو لي كلهم قالوا لي بغي يخرج لك خاصك وقت طويل وشنو اغلبيه كيقولوا لي البنات سيري عند عربيه ولكن ها هما العرب كاين شي ادريس ما عندهمش الكلمه قلت لها كيفاش انا ما مقيداش قلت لها انا عاطيك لافونس صاحبتي عاطيك لافونس وانا عندي العرس اليوم خاطرك ديري لي الماكياج ديري لي هذه قالت لي لا صافي غنعطيك واحد النمره ديال واحد الوحده بعيده من المدينه اللي كنت ساكنه فيها انا بشي 30 مليون قالت لي سيري عندها وراه هي دير لك الماكياج انا غنعيط ليها هذه تيدي المهم في ديك اللحظه انا ما فكرتش قلت لها اوكي عطاتني النمره ديالها وانا نمشي ديت خوت حمزه وهذه غاديه في الطريق وانا كنقول هذه لا ما جاوبتنيش ولا ما لقيتهاش في دارهم ولا ما نعرف اشنو درت دوميتور وانا رجع عندك قلت لها شوفي انا درت معاك انت هي ديري لي الماكياج اذا انت هي ديري لي الماكياج اختي ولا ردي لي الرزق ديالي ولا ردي لي لافونس ديالي ما عندي ما ندير بوب ماكياجك قالت لي لا وقالت لي قلت لها انا دايره معاك انت ما دايرهش مع هي قلت لها انا رجعت من الطريق فكرت ورجعت من الطريق ما غاش نمشي عندها هي ما كنعرفهاش انت عطيتك لافونس ومقيداني في لورديناتور وفعلا داز لورديناتور ولقات راسها مقيداني وناسياني قلت لها عطيني اختي لافونس انا ما بقيتش ندير عندك الماكياج لا والو نمشي وقالت لي نضرب با لافونس وكي عارفين كاين شي وحدين ناس هما راه يفهموا العربيه 100% كيبداو يهضروا بالفرنسي ونعطيك قلت لها شوفي اختي عطيني لافونس دركا جا واحد البرغوش ولدها عنده شي 13 ولا هذيك 12 عام جاي بدا يدير ليا فيها سميتو بغا زعما بغا بحال يضرب معايا قلت له شوف البرغوش نتايا قلت له قعد حدا امك قلت له كنهضر انا مع امك جو بارل با افيك تو قلت له ريح الله قلت له هنا راه ماشي حنا في بلاد القانون تنعيط على البوليس ويوقفوا ليكم ومشات كتفتف وحط الصديقه باقا انا عاد مشات كتفتف وحط الصديقه وجابت لي لافونس ديالي وعطاتني لافونس ديالي جا البرهوش ولدها بغا يبدا يضرب بحال انا داخله الصالون ديالهم قلت له ترد لي لافونس هما ما درتيش ليا زبيتيني عطيني لافونس عرفتي شنو هي الكوافوره تزابيك صاحبتي في هذاك النهار صافي عطاتني لافونس بلي شافني درت على سميتو بديت كنغوت عليها انا ما نعقلش عليها ما نكذبش عليكم انا راه نكذبش عليكم ما كنبغيش الظلم ما كنبغيش الظلم انا انسانه كنتعامل زيان اختي عاطيك رافونس مقيداني جاي عندك معوله عليك تخليني اون بان وجي البرهوش ولدك يبغي يدير ليا فيا سميتو قلت ليه البرهوش بغيت حدا امه راهي قلت ليه شوف قعد قلت ليه تو غيست تا بلاص البرهوش قلت ليه انا جو باغ لافيك تا مير دخلتها لي فرونسي وعربيه وداك الشيء المهم مو مشات تفتف خافت مشات تفتف جات ليا لافونس شديت لافونس ديالي ركبت خوت حمزه خوت حمزه راه كاينه عنده خوت اخرى خوت حمزه ولافام هذيك تاع صاحبه قلت لهم شوفوا نتوما اللي غديروا ليا غديروا ليا الماكياج وهذوك ما فهموا والو في داك المعيور اللي دار بينه وبينهم ما عرفتش النص العربي والنص الفرنسي وقالوا لي سي با نورمال قالوا لي هادشي اللي دارت ليك وهذه سي با نورمال وعلاش وهذه زعما واش زعما نهار ديال العرس وداك الشيء قلت لهم خاطري زيدوا ما شتوا والو زيدوا 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 قلت لهم نتوما اللي غديروا ليا وفعلا هما تحاموا عليا بجات هما اللي داروا ليا داك الماكياج اللي شتوني فيه في التصاور وصافي الحمد لله المهم درنا الباروك المهم هي التزويجه ضربنا التزويجه هذا هو المهم انا اختي انا كان المهم عندي غير نوجد راسي مع الربعه نكون موجوده عند لاميا كنضربوا لك حافه ابيض الشيء الاخر ما تيهمنيش صافي الحمد لله درت اللي ضحكتني في هادشي كله اللي ضحكني في هادشي كله حتى شي بنت سولتني على شي حاجه مضحكه انا عارضه على اختي واحد البنت فقط شدت ليا بناتي وكانت انسانه ظريفه معايا مليكه اوكي وهذوك الجيران كلهم كان ما عرفت على حتى شي واحد عاد انا راه حنا ما كنعرف حتى شي واحد تمايا وزيدوا واحد الوحده كنت كنرحل بغاش تفتح ليا الباب تقول لي لا انت كاع ما تصوني على فهاد النمره جارتي انفاس معايا ما عرفتش واش تخلعت مني ولا ما نعرف قالت لي ما تبقيش تصوني اختي فهاد النمره اوكي المهم ما عرفت على حتى شي واحد العرس اصلا ما كنعرفهم ما كيعرفوني بلي ما عرفتش اختي قالت لي اختي اللي عرضت عليها وقالت لي ويلي انت قالت لي اختي انت كما عارضه على وحده من جيرانك قالت لي شوفي قلت لها انا ما كنعرفوش ما غنعرض على حتى شي واحد انا معرسه في الباطيه وانت واحد ما حاضر ليا المهم ما عارضه حتى واحد حتى واحد ما عمره عرض عليا ما سميتو هذه ضحكاتني اختي لانها ما عرفتش كيتحب لها في البلاد تعرضي على الناس يجي وما فهمتش ما عرفتش هذه ضحكاتني قلت لها وسير بنيتي زيدي يلا نمشيو لسميتو نمشيو لاميري مهم علينا سي كوا كي تون بوزي كوم كيسيون باسكو شوي تي تي شي مو نو سي شي با شي توا جي راكونتي ليستوار دو لا فام كي مو ديفي مو ماكيي ا افينيون اه ايل ما ليسي اون بان تي تو رابيل وي وي جو سي فوالا اوكي وي وي جو مي سوي فوالا فوالا هذه هي ليستوار اللي عاودت
السؤال المهم، شي وحدينات يا اختي، يا اختي من نهار بديت القناه قالت لي عليا كتصرفي على راجلك، انت اللي كتصرفي عليه. ناري يا بومات وعددكم قليل، يعني ماشي كيما يا البنات كلكم، غير واحد البومات واحد المكات اللي يا اختي كيبقاو يديروا مازالوا دخلوا ليا ثاني شي وحدينات كيبغيو يقارنوني بواحد البنت الله يرحم ليها راجلها مسكينه. شوف الله يرحم ليها راجلها مسكينه والله يصبرها، وغبرات هي كاع من اليوتو تهنات ياسمين هاد البنت. وكاين شي بنات كيدخلوا كيبدا يقولوا لي ياسمين ما ياسمين هذه راجلك هذه غلق عليك هذه هذه. شوفوا الاعمار بيد الله، كون كنا حنا العينين ديالنا كيقتلوا ولا هذه، كون رحنا اختي العدو ديالنا راكم عارفين شكون هو، يا كون رحنا صفيناها لي هذه شحال العين. اوكي كاينه وانا كنامن بها، ولكن ماشي كاع الخسارات ديالنا وماشي اي مشكله وقعت لينا نيجاتيف وماش كاري توقعت لينا نحطوها على العين صافي عين بنادم. مثلا تزوج عليها راجلها ولا خانها ولا هاد التير عين بنادم، كنتي كتبيني راجلك وهذه كيجيب لك راجلك ها هي عين بنادم خرجت عليه. راه ما كاين حتى عين بنادم هذاك العواني تزوج على مرتو ولا خانها ولا شنو، لانه هو راه عواني وراه يستحق. ما كايناش اي مصيبه وقعت لينا واي كارثه وقعت لينا نحطوها على العين، لا العين انا راني العين العين. اوكي راه كاينه العين، حنا كنامنوا بالعين، ولكن ما نقدروش نحطوا عليها كلشي. مثلا المشكل اللي وقع الراجل راه ديجا كان كيضروا ظهره، يعني ماشي ضروا ظهره غير بدينا القناه وبدا كيضروا ظهره، يعني غير بدينا كنتافيشو في لي ريزو سوسيو صافي بدا كيضروا ظهره، وخرجت عليه انايا دخلته معايا في اليوتيوب وداكشي وخرجت عليه وداكشي علاش ضروا ظهره. نو كان ضروا ظهره منين تقبل القناه وقبل هذا العجب كله، يعني ماشي شي حاجه اللي سببتها لي العين ونقدر انا نخرج عليه. لان البنات كيقولوا لي شي وحدينات ماشي كلشي، باش ما نعممش واحد 2% انت اللي خرجتي عليه وبسببك. وحده قالت لي انت اللي خرجتي عليه عطيتي هذاك الحجر ديال الجرده خرجوه هذه. والله انا هذاك النهار كنقول لها ريح ما دير والو، ولكن هو يا رسول قاطع وكيبغي يدير الحوايج. هذه من جهه، من ناحيه ان كنصرف على راجلي هذه صراحه ما متفقاش معكم البنات اللي كتسولوا هذا السؤال واللي كتقولوا لي هذه الهضره هذه، ولكن سبحان الله بقيتوا عليا تصدقت نيت تصدق نيت. واخا دابا عنده صالير وعنده كل شيء، اول حاجه انا راجلي ما كانش متفق انني ندير يوتيوب. تي با داكور بيبي كون كو موا جو فاس يوتيوب اوديبي باوي ما كانش داكور نهائيا، وقعت لنا واحد المشاكل كبيره وقطعت انا اليوتيوب لمده 3 موا جيتي با سير يوتيوب. ما كانش متفق ندير يوتيوب وما بغيناش نديرو لانني بلي دخلت اليوتيوب كياخذ وقت كبير بل ما تشهري، خاصك وقت طويل وكبير وتخدمي على قناتك، وانايا كندخل شي حاجه كنبغي نمضيها، ومع ذلك كنحاول ما امكن نكون كيما كتشوفوني دابا، ولكن ما قدرتش في الاول. قلت اختي انايا بلي غنخسر راجلي ونصدق ثاني معاوده من اول جديد وطلاق ولادو ونصدق في الطلاق ومع ربعه وهداك الشيء. قلت اختي لا الا تخليني نخليها نحبس اختي القناه، اش بغي يجيني منها نحبسها. حبستها 3 موا القناه. اوكي بلي حبستها 3 موا حسيت بالوحده، لانني انا وخا في فرنسا وداك الشيء راه ما عندي لا اصدقاء لا والو، اختكم وحيده يا اختي، يعني خاصني نخدم. وسفيان صغير ما نقدرش نخدم، انا نخدم اي حاجه المهم غير نخرج نشوف الناس نخدم. هذه تي فاتيكي بيبي تي بوتو الفيستيفال حتى وقت شي جلس بزاف ضروري يتحرك يمشي تي بو بوجي. قلت لكم البنات فين قلت لكم بعدا بلي وقع هذاك المشكل مع حمزه في الاول ديال القناه ما بغانيش نديرها. صافي حبست، قلت صافي حيد عليا كاع راه من القناه لا والو، المهم هو راجلي بقى حدايا وبقيت راجل مزيان وانسان مزيان وخدام عليا. البنات خدام سيدي راجلي ملي تهونا سيدي مرسم كيمشي من 5 ديال الصباح كيفيق مع 5 ديال الصباح خصو 7 يكون تما يفيق يفطر هذا يمشي كيمشي بكري، هو كيمشي كاع بالوقت دائما هو قبل الوقت كيخدم حتى ل 5:15 حتى للعشيه دائما الا الجمعه كيخرج مع 12. والسيد راه خدامه صاحبتي خدام دار التماره وانت جالسه تقولي لي كنصرف عليه، حتى اش نصرف عليه راه انا نكون الراجل يجي يتزوج بيا غنصرف عليه نتري عليه اختي نتري عليه، اما يكون داير معايا بات مزيان مثلا والله يحضر حتى ما وقعت ليه شي اكسيدون ولا زحاف ولا بحال دابا حمزه هادي مثلا كل هذا مثلا كون منشحش لي العمليه وقعت لي شي حاجه اختي قلت الله والله يا اختي تنكبي تسبيني هانتي مركبه الياس هنا سفيان هنا ومركبه الياس هنا وجره البنات حدايا وندفعوا بالكروسه والله نبقى معاه الى اخر العمر لانه يستاهل. طلع راجل بدا معايا راجل وبقى معايا راجل كتب عليه الله المكتوب نبقى معاه ونصرف عليه ونوكله ونبقى معاه حتى لاخر العمر
اوكي البنات اللي كدور، ولكن انا ما كنصرفش عليه للاسف، هو خدام هاد الخدمه ديالو، ولكن بقيت ويا اختي تنقرو حتى هو هاد العمليه اللي دار. هاد العمليه صعيبه البنات، راه عارفينها. اغلي ديسكال ديك المره غلط درت لها ديسكال، اغلي ديسكال اللي دار ما كيبقاش يخدمش خدمه صعيبه، وهاد الخدمه عنده صعيبه، يعني غير جا البوامو غير بدا يقلب على خدمه جديده من اول جديد. ولكن ماشي مشكل، غيكون عنده الشوماج ديالو، الطبيب ديالو غيدير ليه انه مطاط لهاد الخدمه ويقلب على شي خدمه سهله يقلب على شي خدمه سهله. واختي والحياه كتستمر، الله يعمل هاد الخدمه تكون كيما تكون، واخا يجي في عامل ولا ويسو ولا اللي كان، وحنا معاونين على الوليدات وعلى الحياه. هذا مكان ولا يشرفني انني يعني راجلي الى عيا انا نهز عليه، الى عيا انا نهز عليه، انا يكون يستاهل ما يكونش رعواني. كما قلت لكم انا ما عنديش مع المعاوين، ما عنديش اختيايا مع الرجله الناقصه، ما عنديش مع سميتو، ما عنديش اللي يبغيك يديرك في الدار بحال شي كرسي. يعني انا ماشي الحلم ديالي غير الراجل اللي يتزوج بيا، يتزوج بيا الحلم ديالي، الحلم الاكبر هو الراجل. صافي ريا، لا اختي عندي حلم، عندي حلم الزواج حاجه، عندي احلام، انا بغا ندير احلام، بغا ندير حوايج اخرى، عندي عائله، عندي عائله، عندي وليداتي، عندي بزاف تخربيق، يعني عندي حوايج اللي خصني نديرها، ماشي غير يتزوج بيا يحطني في الكرسي وهو يستمتع بالحياه وانا جالسه هنايا. لا 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 فوالا، كنظن جاوبت على كل شيء، كنظن جاوبت على كل شيء البنات. حمزه واحد البنت صغير جا الخدمه، الميدسان ديال لو ميدسان دو طرافاي سي لوي كي فا ديسيدي واش غادي يمشي لهاد الخدمه ولا لا، ولكن 99% غادي يقول ليه لا، لان الخدمه ديالو فيها الثقل، غادي يحبسوا منها، غيحبسوا منها، وغنشوفوا الباترون واش غيدير معنا. كنظن غيدخل شوماج، غيولي في الشوماج، وكتولي عنده واحد الورقه باش يلقى شي خدمه سهله خفيفه شويه، يعني سهله ما يكونش فيها الطول، ما يكونش فيها عرفتي. راه هاد العمليه واخا تبان لكم بسيطه راه ديفيسيل، كترجع الحياه ديال الواحد صعيبه، ولكن انا الحمد لله قابله بكلشي، والحمد لله تراجلي حنا قابلين بكلشي اللي كتبوا لينا قابلين بها. واخا الحمد لله الخدمه ديالو كان كيتوشي فيها مزيان وكنا عايشين مرتاحين، ولكن مع ذلك غادي نبقاو ان شاء الله مرتاحين، واخا ينقص واخا يتزاد الرزق، المهم حنايا مع بعضنا، هذا هو الاهم، متحدين ومتفقين، هذا هو الاهم. يلا وصلنا لنهايه الفيديو، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. علي سلام عليكم. سلام سلام على ما ديري سوبين كي كي بارل سي تو لي كيسيون جامي وي انا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قلت لي وانا يا 15 قلت انا قرطستوني. يلا البنات السلام عليكم، ان شاء الله نشوفوا في الفيديو الجاي. السلام عليكم.